بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الحادي عشر من الكتاب التاسع، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. متى يدخل وقت الظهر؟ الزوال. يعني ايه الزوال؟ يعني زوال الشمس عن منتصف الايه؟ عن الاستواء. زال يعني مال، زال يعني مال. يبقى الشمس اول ما تشرق من جهة الشرق تبتدي ايه؟ ترتفع وتتجه الى جهة الغرب تدريجيا. فإذا ارتفعت الشمس من جهة الشرق ووضعنا عمود على الأرض، هيبقى الظل بتاعه إيه؟ في جهة الغرب. طول ما الشمس ترتفع كده الظل بتاعه في جهة الغرب، لحد ما تبقى الشمس فوق يقصر الظل، لحد ما يبقى إيه؟ أقصر ما يكون لما تبقى الشمس في زاوية 90، اللي يسموها الاستواء، لما يبقى فوق العمود بالظبط. يفضل الظل ينكمش من جهة الغرب ويقصر يقصر يقصر، طول ما الشمس بترتفع الظل يقصر لحد ما يبقى أقصر ظل ممكن، كويس؟ لما تبقى في درجة 90، أول ما تميل عن درجة 90 درجة واحدة يتحول الظل إلى جهة الشرق. أول ما يتحول أدنى ظل الشيء إلى جهة الشرق هو ده وقت الظهر. قوم نتأذن. فهمت بقى وقت الظهر إزاي؟ يبقى أول ما يتحول الظل بدل ما يبقى في جهة الغرب يبقى يتحول إلى جهة الشرق ويكون أقصر ظل ممكن. ما هو يفضل يقصر 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 لحد ما يفضل يثبت بقى. لدرجة إن في بعض الأماكن في بعض الأزمنة يأتي الظل يبقى تحت العمود نفسه. بس ده مش موجود في كل حتة حسب خطوط العرض والطول. لكن أقصر ظل. يعني لو جبنا مثلا عصاية طولها متر، لحد ما يبقى الظل مثلا اكثر ظل يبقى 20 سنتي مثلا، يبقى نازل كده حوالي 20 سنتي. ال 20 سنتي دي اقل ظل في بلدنا مثلا، مش عايز يقصر عن ال 20. والظل طول ما هو في اتجاه الغرب لسه ما جاش وقت الظهر، يروح متحول الظل تدريجيا مع الشمس وهي بتميل عن الاستواء عن ال 90 درجة درجة، لحد ما يروح متحول الى جهة الشرق. اول ما يتحول لجهة الشرق اكثر ظل ده، قوم اذن الظهر، ده وقت الظهر. فهمت بقى ازاي؟ الشمس تبتدي ماشيه ايه؟ تتحرك بقى في جهة الغرب، يقوم الظل يرجع يطول تاني يطول تاني يطول تاني لحد ما يبقى قد مثله. مثله يعني ايه؟ احنا قلنا المثال متر، يعني متر وعشرين سنتي، لان احنا قلنا ادنى 20 في المثال بتاعنا. لما يبقى طوله متر وعشرين يبقى يتأذن العصر. يبقى لما يصل ظل الشيء مثله زائد ظل الاستواء، فهمت ازاي؟ دخل وقت العصر. فهمت بقى المسألة؟ يفضل الظل يطول يطول، لما يبقى ظل الشيء مثليه انتهى وقت العصر الاختياري، ودخلنا في وقت الكراهة اللي هو اصفرار الشمس بقى عشان قربت تغرب. فهمت ازاي؟ لما يبقى ظل الشيء مثليه، اصفرت الشمس، لأنها خلاص بان عليها علامة المرض قبل ما تموت. لأن هتغرب الشمس اليوم هيموت خلاص عشان يجي يوم جديد. فهمت ازاي؟ والإنسان قبل ما يموت وشه بيصفر ويبقى شاحب وتعبان وبعدين يخمد. الشمس نفس الحكاية. تبقى الأول حية قوية 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 قوية، وبعدين تبتدي تصفر 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 تصفر، وبعدين تحمر وبعدين تموت. تحشرج. انتهى اليوم، مات. فهمت ازاي؟ عشان كده يقول لك والشمس حية. كان النبي يصلي الظهر والشمس حية،
ويصلي العصر والشمس حية، يعني قبل الاصفرار. ادي فهمت، فهمت حية يعني ايه؟ يعني قوية الضوء لسه. فإذا غربت قرص الشمس بقى وقت الغروب، إذا غاب الشفق وقت العشاء. فهمت ازاي؟ ادي ادي مواقيت الصلاة، عشان لو انت قاعد في الصحراء او في حتة مفيش نتيجة تعرف تصلي، هتغرز عمود وتقعد جنبي كل يوم كده تشوف، واخد بالك، تراقبه لحد عشان تعرف الاوقات، لان ممكن تعيش في حته ما فيهاش ايه، لا مسلمين ولا في نتيجه ولا في معاك ساعه، لكن تعرف تصلي. فهمت بقى المساله؟ باب وقت الظهر عند الزوال. والزوال قلنا ايه؟ انها تميل الى جهه الغرب بعدما ايه، وصلت الى حد الاستواء. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، يعني في أول وقت الظهر. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في الحديث 39 بعد 500، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين زاغت الشمس. زاغت بمعنى مالت، برضو زاغت بمعنى مالت، بمعنى زالت، زاغت وزالت ومالت معنى واحد. خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، خطبهم بعد ما صلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، تكلم على علامات الساعة وما يحدث يوم القيامة، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. النبي قام غضبان ليه؟ لأن المنافقين وبعض جهلة العرب كانوا يكثروا السؤال عليه. مش أنت نبي بقى؟ طب أنا ضاع مني الجمل بتاعي في السواليه فين؟ طب مش أنت بقى نبي بقى؟ طب أنا كنت شايل فلوس في بيتي ومش عارف أنا شايلها فين؟ قول لي بقى. أسئلة كلها فارغة، هيضيع وقت النبي في كلام فارغ. فالنبي غضب انهم هيضيعوا ويكثروا عليه السؤال، فوقف يخطب على المنبر وهو غضبان. فهمت بقى ازاي؟ واخبرهم عن الساعه، عن غيب الغيوب بقى، القيامه. انت بتسالني على حاجه في بيتك وحاجه في جيبك؟ ده انتوا جهله، كان ربنا الرسول بيقول لهم كده، انتوا جهله، ده انا اعرف ما يحدث الى يوم القيامه. فاخبرهم بقى عن الساعه صلى الله عليه وسلم، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. يعني اسألوني بقى ما شئتم، ربنا علمني عن كل شيء. فهمت ازاي؟ بإيه؟ علشان يعظ المنافقين وبعض إيه، مسيء الأدب من حديث الإسلام. فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء واكثر ان يقول سالوني، وفضل يقول لهم سالوني سالوني اسالوا. والناس بقى لما شافوا كده الصحابه ان النبي غضبان، عرفوا ان ربنا غضبان، لان غضب النبي علامه على غضب الله، وفرح النبي علامه على رضا الله. فلما شافوا النبي غضبان بكوا، دليل ان ربنا غضبان عليهم في هذا الموقف. فهمت بقى؟ فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي، وكان يدعى بغير أبيه، كان مشكوك في نسبه، فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فثبت نسبه بعدما كان إيه، مشكوك في نسبه. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فسكت. ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، يعني إيه؟ وأنا آنفة، يعني وأنا بصلي، ربنا كشف لي في جدار القبلة وهو بيصلي النار والجنة، شافهم صلى الله عليه وسلم. قال عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط، فلم أر كالخير والشر، كالخير يعني في الجنة وكالشر في النار. وعن أبي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة
رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، يعني كان لما يصلي الصبح يصلي في غلس في ظلمة، وعلى ما يخلص الصبح يكون ابتدى النهار يشقشق فيشوفوا بعضهم يعرفوا بعضهم، لأنه كان يطيل صلاة الصبح شوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، يعني بعد الصلاة، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس يعني عن حد الاستواء، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية يعني قبل الاصفرار، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرا فقال أو ثلث الليل، يعني النبي أحيانا كان يأخر العشاء إلى ثلث الليل وأقصاها إلى نصف الليل، لكن وقت العشاء يدخل بدايته إمتى؟ عند غياب الشفق. وعند الأحناف قالوا الشفق الأبيض، وباقي الجمهور قال الشفق الأحمر، والشفق الأحمر يغيب قبل الشفق الأبيض. فهو النتيجة هنا على أبي حنيفة على غياب الشفق الإيه؟ الأبيض. ليه؟ لأنها أثبت خروجا من الخلاف، لأن لو صلينا عند غياب الشفق الأحمر هيبقى صلاة العشاء عندنا صحيحة وعند أبي حنيفة لسه باطلة، والخروج من الخلاف مستحب، والنبي كان يستحب تأخير العشاء، فقالوا خلاص نخلي النتيجة على عشاء أبي حنيفة اللي هو إيه؟ لأن الشمس الأول بتبقى محيطة بهالة حمراء يسموه الشفق الأحمر، وبعدها هالة بيضاء، ثم السواد الظلمة. فلما يغيب الهالة الحمراء دي حتى ولسه في البياض عند الشافعية هو صلي العشاء وكذا المالكيه. لكن عند الأحناف يقول لك استنى لما يجب الظلمة. فهمت إزاي؟ الأحناف يقول لك استنى شوية. تستنى حوالي تلت ساعة كده أو نص ساعة. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. بالظهائر جمع إيه؟ ظهر يعني. فبدليل ان كان يصلي في شدة الحر والمسجد غير مفروش وبعضه يكون غير مظلل، فتبقى الارض شديدة الحرارة فيقوم يفرشوا جزء من ثيابهم يسجدوا عليه، علشان كده يقول ايه فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. الشافعية قالوا يبقى سجدوا على ثياب لا تتحرك بحركاتهم او منفصلة عنهم، يا يعني إما يفرش فرشة وتبقى دي جزء من ثوبه، يعني أنا دي مثلا الشال ده مش ثوبي أهو أروح فرده كده على الأرض، بس ما بسجد على ثوبي مش شرط يكون إيه على ثوبي يتحرك بحركتك. فهمت بقى المسألة؟ لأن عند الشافعية إذا سجدت على ثوب يتحرك بحركتك سجودك باطل. يعني واحد مثلا بيصلي كده ولقى الكرافتة بتاعته جت قدامه كده فراح ساجد عليه، وبعدين لما بيقف الكرافتة بتطلع عن الأرض يبقى سجوده باطل عند الشافعية، صحيح عند الملكية والأحناف فاهم، لكن عند الشافعية باطل سجوده باطل. الشافعية لا يسجدون على ثوب يتحرك بحركة المصلي، أو مثلا كمه يكون واسع كده يروح فارد كمه كده وساجد عليه، آه ينفع كده عند الملكية لكن ما ينفعش عند الشافعية فاهم، أو يروح منزل العمامة بتاعته كده ويغطي جبهته ويسجد عليه، واخد بالك؟ يبقى كده صار يصلى، بس السجود ده ما ينفعش إلا عند الملكية وعند الأحناف، ما يسجدش ما ينفعش عند الشافعية. فهمت؟ الشافعية لابد الجبهة تلمس الأرض. وإذا كان بحائل لابد أن يكون هذا الحائل اللي هو الثوب لا يتحرك بحركة المصلي. دي شروط عند الشافعية، وإلا ما يبقاش مساجد. فهمت بقى؟ باب تأخير الظهر إلى العصر.
وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا، يعني سبعا يعني إيه؟ يعني المغرب والعشاء ثلاثة وأربعة، هذه سبعة يعني المغرب مع العشاء، صلى بالمدينة سبعا يعني المغرب والعشاء، وثمانيا يعني إيه؟ أربعة ظهر وأربعة عصر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى هنا لف ونشر غير مرتب. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. حديث ابن عباس لم يأخذ به الفقهاء وقالوا أنه لا يجوز أنك أنت تخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر سفر أو مرض، فلا يجوز الجمع إلا بغير عذر سفر أو مرض أو مطر. كويس؟ طب نعمل ايه في حديث ابن عباس وهو حديث صحيح متفق عليه رواه الشيخان، صحيح البخاري والامام مسلم شرعوه يعني في اعلى درجات الصحه. العلماء قالوا ده جمع سوري، جمع سوري يعني صلى المغرب في اخر وقتها وصلى العشاء في اول وقتها، فكان في الظاهر ان هم مجموعين وفي الحقيقه كل صلاه وقعت في وقتها. يبقى يسموه جمع ايه؟ سوري يعني في الصوره بس. وصلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، فبنى أنه مجموعان لكن كل في وقته. فالعلماء الفقهاء قالوا هذا جمع صوري يعني في صورة الجمع والحقيقة كل صلاة في وقته. واضح؟ ده رأي الفقهاء الأربعة، مذاهب الأربعة. وبالتالي لا يجوز أنك تصلي الصلاة في غير وقتها وتجمعها مع أختها في الحضر دون عذر. واضح؟ بعض الفقهاء قالوا لا يجوز انك انت تعمل كده على الا تكون عاده لئلا يحرج امتك. سيدنا عبد الله بن عباس قال ايه في روايه الحديث في صحيح مسلم؟ قال لئلا يحرج امته. يعني ممكن يجي لك موقف من المواقف تتعطل عن صلاه المغرب، زي واحد راكب العربيه والطريق زحمه ووقف في العربيه ومش عارف ينزل وهو مش متوضي وهتدن عليه العشاء، يعمل ايه؟ لما يبقى عايش في القاهرة المسكينة دي المزدحمة، واخد بالك يعمل ايه؟ يقوم ينوي الجمع، ينوي الجمع حتى لا يحرج. فهمت ازاي؟ هو ما يوصل بيته يبقى ايه؟ يصلي المغرب ثلاث ركعات ويصلي العشاء اربع ركعات. بس هي مش كل يوم بقى تعملها كده كل يوم، فما تبقاش عادة يعني. حتى لا تكون عادة. يبقى ايه؟ أخذ به بعض العلماء والفقهاء على ألا يكون عادة. فهمت؟ باب وقت العصر. احنا قلنا وقت العصر يبدا امتى؟ لما يظل الشيء مثله زائد ظل الزوال، ويكون الظل في اتجاه ايه؟ في اتجاه المشرق. يبقى ده وقت العصر داخل اول وقت العصر. وعن ابي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، لأن الشمس لما تميل كده في اتجاه المشرق في وقت العصر يقوم ضوءها ضوء الشمس، يبقى الشمس هنا يعني ضوء الشمس مش الشمس نفسها، يعني الشمس هتدخل جوه حجرة سيدنا عائشة ونحملها على الحقيقة زي الجماعة الوهابية بيحملوا كل اللفاظ على الحقيقة، حاجة غريبة يعني الشمس دخلت حجرة سيدنا عائشة، يقصد ضوء الشمس نور الشمس. يبقى ده مجاز، يبقى المجاز أهو في القرآن والسنة، لكن للأسف أنكروا المجاز في القرآن والسنة ولخبطوا الناس المجرمين، شغل إجرام، شغل يهود يحرفوا الكلم عن مواضعه. ما دي طريقة يهودية، مذهب إسرائيلي، إحنا نسميها في التراث الإسلامي إسرائيليات. اللي ينكر المجاز ده نقول عليها دي إسرائيليات، لأن اللغة العربية مليانة مجاز، ده أغلب اللغة العربية مجاز، 90% من اللغة العربية مجاز، والقرآن نزل عربي والنبي عربي، فإزاي تقول لي مفيش مجاز بقى؟ ده لولا المجاز ما وصف الله نفسه، لأن الله لا يحب حد ولا اللفظ. ده لولا وجود المجاز في العربية وقبول المجاز ما كان الله تعرف علينا. لأن الله لا يحبه لفظ، فإزاي أخلي اللفظ على الحقيقة في صفات الله عز وجل؟ شغل إجرام. فهمت؟ يقول ولا التكسيم. فهمت بقى المسألة؟ أهو ستنا عائشة بتتكلم بالمجاز وفي السنة. يقول لك لا، ابن القيم وابن تيمية يقول لك إيه؟ لا يوجد مجاز لا في القرآن ولا في السنة. طب اقرأ البخاري. طلع لي المشكلة دي، والشمس في حجرتها، حل لي المشكلة من غير مجاز.
مش هيعرف يحلها. يبقى دول لم يفقهوا العربية، كأنهم كانوا ناس أجانب وتعلموا اللغة العربية، مش عرب أصل. العربي الأصيل يعرف المجاز على طول، يفهمه. أما يقول الشمس من حجراتها يفهم الضوء يعني ضوء الشمس، خلاص فهمها على طول من غير ما يعني بداهة. فهمت؟ ده يدل على انه كان يصلي في اول وقت العصر، لان لما هتبتدي تنزل الشمس شوية هتبتدي تختفي من حجرتها، ضوءها يختفي من حجرتها، دل على انه كان يصلي العصر في اول وقتها. فهمت بقى؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وقال ابو اسامة عن هشام عن قعر حجرتها. وعن ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. واحد بقى جاهل يقول لك أنا عندي دليل من البخاري أن الشمس بتخرج بتبقى في حجرة ستنا عائشة. حاجة غريبة، ويقرأ لك الحديث يقول لك أهو. طيب أهو إيه بقى يا جاهل؟ ده محتاج لسه يقعد يربع قدام المشايخ يعلمون اللغه العربيه. يبقى ده انسان ما تعلمش اللغه العربيه. فهمت؟ لابد يتعلم اللغه العربيه عشان يفهم كلام النبي وكلام القران. وعشان كده ربنا يقول قرانا عربيا غير ذي عوج، قرانا عربيا غير ذي عوج. انت لما هتنكر المجاز هتخليه ذي عوج. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا ابو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء. يبقى الشمس يعني ضوء الشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى ابن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. يبقى الظل اللي هو لما بيبقى في قبل جهة المغرب، والفيء اللي هو جهة تحت التانية. لما يبقى في جهة، لما يبقى الظل في جهة الشرق اللي هو بعد الظهر يسموه فيء. كويس؟ لكن هو المعنى واحد. بس لما يبقى في جهة الغرب يسموه ظل، وفي جهة المغرب يسموه ايه؟ فيء. ادي الحكاية. وعن ابي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك المروزي قال اخبرنا عوف عن سيار بن سلامه قال دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه؟ فقال كان يصلي الهجيره التي تدعونها الاولى اللي هي الظهر حين تضحد الشمس. تضحد يعني تميل إلى جهة الغرب. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني إيه؟ قبل الاصفرار، دليل أنه كان يصليها في أول وقته. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها. يبقى يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. وكان ينفتل من صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، يعني عند الإسفار يسموه الإسفار قبل طلوع الشمس، ويقرأ بالستين إلى المئة في الركعة يعني. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فنجدهم يصلون العصر. وعن أبي قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، لأن كان بني أمية بيأخروا شوية الظهر لحد غروب العصر. فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. يبقى كان النبي يصلي العصر في أول وقتها.
ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.